السلام عليكم، انتم في مطبخ نريمان. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم زوج وصفات تاع العصائر. نديروا العصائر تاع الكركديه ونديروا العصير تاع تاع البيطراو والفراوله، يجي روعه في المذاق. نبداو بسم الله على بركه الله. انا عندي هنايا الكركديه يتباع عند العطار، نطحنوه. تقدري توجديه هكذايا وتخليه في القاروره وقت الحاجه تجبديه. زيدوا عليه، ديري تقدري ديري كيلا بكيلا ولا كيلا نص كيلا كيما حبيتي. حنا نطحنوا شويه، والسكر اختياري، كل وحده تدير السكر كيما تحب. بسم الله. هكذا كنتي ترحي، تقدري ديري اي كميه اللي حبيتي. هكذا تعمري في القاروره، واش ديري ديري برك كميه اللي حبيتي تاع الكركديه مع السكر في الماء، وتشربيه بصحه. ولهنا انا نعمرو في القاروره. تركادي تحكمي المغرف تاع الخليط هذا وتزيدي له الماء، واذا شتي السكر مخصوص زيدي له السكر. اذا شتي الحبيبات حبيتيش تشربي هكذا كي تشوفي الحبيبات طلعوا، زيدي فوتيه في العصير في الصفايه مليح. هكذا تجوزيه عادي في الصفايه، اهو عندنا مشروب تاع الكركديه ما شاء الله، اهو. وعندنا ثاني قلنا الوصفه الثانيه، عندي هنايا البيطراف، عندنا لافخيز، تقدري ديري الحليب، تقدري ديري الماء، انا ندير الماء وديري السكر. السكر ثاني اذا شتي مخصوص زيديلو، انا درت نصف فنجان. نرحي ونشوف. ما قلت لكمش الماء تاع البيطراف ما ترميوهش، اهو زيديه في العصير. الفوائد تاع البيطراف كاع راهي في الماء هذاك تاع البيطراف. المغرب ان شاء الله ندوقو، اذا شت مخصوص السكر نزيدلو، سينو نخليه. انا درت نصف فنجان، دركا نجوزو في كاع
بقايا تاع لا فريز وتاع لا بيتراف كنحيه. نتوما درك اذا شتو مخصوص السكر زيدي له السكر اهو جا ما شاء الله. نخلطوه العصير تاعنا تاع الكركدي ولا فخيز صار واجد جاو ما شاء الله. هذا تاع الفخيز وهذا تاع الكركدي. نعرفوا ان الكركدي والبيطراف صحيين. واللي عجبتها الوصفه ديرنا جيم وتشارك في القناه والسلام.